يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي مريض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ومع بداية المرض يقول أعطاني حرية التصرف بأمواله وفي إدارة البيت ومصاريفه، فهل لي أن أخرج من ماله صدقة عنه؟ أول شيء الولاية هذه لازم من المحكمة، لازم تروح أن تجيها للمحكمة، والقاضي إذا صدر صك بولايتك فلا مانع، أما أنك تصير وكيلا بدون صك من المحكمة لا، لا يصلح هذا. نعم.